What's up guys? Hope you are doing good. معكم يونس خيار and we are here today to make a new video. So, الكثير من الناس يظنون أن كلما كان التمرين أتقل كان أفضل. لنقل أنك تقوم بتمرين بنش بريس، كلما كان أتقل سيكون أفضل لبناء العضلة، بينما هناك من يقول أن كلما كانت أسرع كانت أفضل. وهذا الموضوع جاني في راسي من مطرحت له سؤال في انستغرام اللي حتلقاوه لهنا، وبيان سور ثاني في فيسبوك اللي حتلقاوه ثاني لهنا. كاين الناس اللي جابوا لا ريبونس، كاين اللي لا لا. سب إذا حاب تشوف دي كيسيون كيما هادوما، يعني حاب تشوف أسئلة كيما هادوما، دخل انستا ولا فيسبوك، زيد ابوني تحت باش يلحقك دائما جديد و كن معنا اجور التعلم. انا بدا الفيديو ان شاء الله يعجبكم. لنبدا اولا بفوائد التمرين ببطء والتمرين بسرعة. التمرين ببطء يجعلك تضع العضلة تحت توتر كبير مما يشغل ميتابوليك، وهذا بالتالي يجعل العضلة تتضخم. اما التمرين بسرعة فهذا يسمح لك برفع أوزان أثقل بتعدادات أكثر، لكن هذا لا يمنع العضلة من التضخم أيضا. في 2012 أقيمت دراسة بين مجموعتين، المجموعة الأولى أعطوها تمرين ليك بريس حيث كان وقت الدفع هو 10 ثواني، أما وقت الإرجاع للراحة كان 4 ثواني. أما المجموعة الثانية فكان وقت الدفع من ثانية حتى الثانيتين، ووقت الإرجاع للراحة من ثانية إلى ثانيتين. بعد إنهاء التجربة وجدوا أن المجموعة التي عملت ب10 ثواني في الدفع و4 ثواني في عدد إلى الراحة أنهم زادوا 11% في حجم العضلات. أما المجموعة الثانية اللي كانت تعمل بثانية واحدة إلى ثانية في الدفع وثانية واحدة إلى ثانية في الجذب، يعني في عدد الراحة، كانت عندهم زيادة ب 39% في حجم العضلة، رغم أن وقت المجموعة الأولى كان 5 أضعاف مجموعة الثانية. إذا نستنتج أن الوقت الأطول ليس دائما هو أفضل عامل لتضخيم العضلة. بالإضافة إلى ذلك أن التمرين بسرعة يتيح لك إلى حمل وزن أكبر مع تعدادات أكثر، وهذا ما يسمح بتجنيد شامل للألياف العضلة المستهدفة، وهذا بالتالي ما يعادل تنشيط كامل للعضلة. نشرت أحد المجلات الأمريكية دراسة أخرى أشارت فيها عند القيام بالتمرين ببطء على عضلة الصدر يتم تقليل التنشيط العضلة ب 36% مقارنة بالتمرين بسرعة، وهذا ما يؤدي إلى عدم تنشيط ألياف العتبة 2، وهذا بالتالي يمنع تضخيم العضلة. إذن قد يكون تمرين بسرعة أفضل خيار لك، لكن ما هي السرعة اللازمة لتضخيم العضلة؟ في 2016 قاموا بعض الخبراء بإجراء دراسة ووجدوا أن أفضل وقت هو من 2 حتى 6 ثواني في القيام بالتمرين، وهذا يختلف حسب كل تمرين، وأي وقت أقل من هذا يعتبر غير نافعا للعضلة. ماذا أعني عندما أقول 2؟ يعني 2 عند الدفع و2 عند الجذب. Let's say we're talking about chest. لنقول أننا نتكلم عن الصدر. ونفس الشيء عندما أقول 6 ثواني، يعني 3 ثواني عند الدفع و3 ثواني عند الجذب. في الأخير نستنتج أن أفضل وقت لا يكون أقل من 2 ولا يكون أكثر من 6 ثواني، لكن يبقى خيارك الأفضل هو بينهما. إذن يجب عليك اتباع قاعدتين. الأولى هي أنه عليك التركيز أولا في التمرين قبل التركيز في الوقت، يعني عليك أداؤه بطريقة صحيحة وكاملة وغير ضارة. بعدها عد إلى وقت التمرين الذي يكون من 2 حتى 6 ثواني. So guys، كان هذا هو الفيديو تاع اليوم، كان فيديو خفيف، إن شاء الله يكون عجبكم. إذا كنت ما فهمت سقسيني تحت في كومنتار، ولا بعث لي في انستا ولا فيسبوك، وما تنساش معاك باش تابوني تحت بيان سور. أما لا، أتهلاو ونتلاقاو فيديو جاي إن شاء الله.